انظر معي إلى هذا التصميم الرائع لهذا النبات القادر على ابتلاع حيوان مثل هذا، سبحان الله. حتى أسرع الحشرات لا تستطيع الإفلات من قبضة هذا النبات القاتل، سبحان الله. انظر معي هنا كيف يلتف حول الفريسة وتقع في شراكه ولا يستطيع التخلص منها، وكأنه مخلوق له أنياب وله تصميم محكم لاصطياد الحشرات، الحيوانات، بعض الطيور والضفادع وحتى الخفافيش. اليوم سنتأمل التصميم الرائع لهذا الكائن الذي هو النبات آكل الحشرات، وكيف زوده الله بقدرات خارقة لكسب رزقه ومعيشته. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، انظروا معي إلى هذا التصميم المثالي الرائع لهذا المخلوق. هذا المخلوق، هذه النباتات، هذه الأنواع من النباتات موجودة في بيئة فقيرة، التربة فقيرة بالمغذيات. ماذا تفعل؟ العلماء يقولون إن هذا النبات طور نفسه وأعطى نفسه القدرة على اصطياد الحشرات وبعض الكائنات الحية، ولكن نحن نقول إن الله عز وجل هو الذي زوده بهذه القدرة، لأنه لا يمكن لمخلوق مثل هذا أن يصنع شيئا لنفسه. انظر معي أخي الحبيب هنا كيف زود الله هذا المخلوق بهذه النهايات التي تعمل على إفراز مواد سكرية ومواد بنفس الوقت مواد لاصقة. يعني انظر معي إلى التصميم هنا، هذا الخرطوم يفرز من غدد خاصة مواد لاصقة شديدة الالتصاق بالكائن الحي وسكرية، والأغرب من ذلك أنه يفرز مواد أو روائح تحبها بعض أنواع الحشرات التي يحبها هذا النبات، مثل هذه الخنفساء. جاءت هنا، انظر معي أخي الحبيب، دقق. نريد نحن أن نتأمل خلق الله، لأن الله تعالى هو القائل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا النبات يعلم أن هذه الحشرة تحب رائحة معينة، تنجذب لرائحة معينة، فيقوم بتصنيع هذه الروائح، هي تدعى فيرمونات خاصة، ويطلقها، فتظن هذه الحشرة أن هناك وجبة دسمة فتأتي لتأكل هذه الوجبة، وإذا بها تعلق بين أنياب هذا الكائن. انظر، كل خرطوم مثل ناب، يلتصق هذه الغدد التي تفرز هذه المواد شديدة الالتصاق، يلتصق الكائن الحي مثل هذه البعوضة. انظر معي، لا تستطيع الإفلات، هذه الذبابة المسكينة علقت أيضا. وهكذا نجد أن هذا النبات سخر الله له هذه الآلية، لأنه يوجد أصلا في بيئة فقيرة بالمغذيات، فلولا هذه القدرة على الاصطياد لانقرض هذا النبات منذ ملايين السنين. هو يمارس هذا الغذاء منذ ملايين السنين، سبحان الله. هذا النبات لديه دماغ، لديه عقل، لديه إحساس، لديه قدرة على اتخاذ القرار، فهو يعلم أن هذه الحشرة قد التصقت ولا مجال للمغادرة، فيبدأ بالالتفاف عليها، سبحان الله. يعني لديه قدرة أيضا على الحركة، وهو يشعر بوجود الحشرة، يشعر بها، فيقوم بالالتفاف عليها بعد أن يضمن أنها التصقت ولن تفلت، فيقوم بالالتفاف بهذه الطريقة الرائعة ويضغط على الحشرة مثل كأنها بين فكي مفترس، سبحان الله. لذلك الحشرات تخاف من هذا النبات، إنه نبات مرعب بالنسبة لها، لأنه يعني يفرز روائح تحبها هذه الحشرات وتنجذب إليها، ولكن لا تعلم أن هذا النبات يرسم خطة محكمة للإيقاع بهذه الحشرات المسكينة. انظر معي هنا كيف أحكم الالتفاف عليها، ولكن القضية لم تتوقف عند هذا الأمر. هذا الكائن الله زوده بقدرة على هضم الحشرات. هل تتصور معي أن نبات لديه جهاز هضم متطور جداً
لولا هذا الجهاز حقيقة انظر معي، يقول العلماء إن هذا الكائن يستطيع أن يتذوق الحشرة فيأخذ منها ما ينفعه ويترك هذه الأجزاء التي هي غير مفيدة بالنسبة له، مثل الشعيرات والأجزاء التي لا يستفيد منها، فيتركها حتى تسقط ويستطيع أن يتخلص منها أيضا، سبحان الله، بطريقة عجيبة. العلماء وجدوا أن هذا النبات أيضا يفرز أنزيمات هاضمة ليتمكن من هضم هذا الكائن. هو يتذوق بكل معنى الكلمة، لديه جهاز تذوق حساس جدا، يستطيع أن يتذوق هذه الحشرة فيأخذ الأجزاء النافعة ويرمي بالأجزاء التي لا يستفيد منها. إذن العلماء يقولون هذا الكائن له جهاز عصبي وله إدراك وله إحساس وله قدرة على التذوق وقدرة على المناورة وقدرة على الإحساس بالكائنات، ويستطيع أيضا أن يهضم هذا الكائن بكل سهولة ويتخلص من الفضلات، سبحان الله. الشيء الغريب الذي وجده العلماء أيضا أن هذا الكائن لديه قدرة كهربائية، تحسس الإشارات الكهربائية التي تصدر عن هذا الكائن فيقوم بالتعامل معها، فيشعر بهذا الكائن بوزنه بقدرته، فيفرز المواد اللاصقة التي تضمن التصاق هذا الكائن، وعندما لا يستطيع هذا الكائن أن يفلت يقوم بالالتفاف حوله. انظروا هنا كم يوجد هنا من هذه الغدد التي تفرز هذه المواد اللاصقة، وبنفس الوقت فيها سكر، فيها ماء، فيها رائحة تحبها الحشرة. طيب بالله عليكم، يعني كائن مثل هذا هو الذي طور نفسه؟ هو الذي خلق نفسه؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ سبحان الله. والله أيها الأحبة، إن رؤيتنا لمثل هذه المشاهد تدعونا أن نثق بالله سبحانه وتعالى، أن نثق أن هذا الإله العظيم الذي ساق لهذا المخلوق الضعيف الثابت في مكانه، ساق له الرزق وهو ثابت، ساق له غدد خاصة يركب منها هذه المواد اللاصقة، ساق له الحشرة من آلاف الأمتار تأتي، ساعده، هداه إلى إفراز الروائح التي تحبها هذه الحشرات، أيضا مكنه من إفراز مواد تهضم هذا الكائن، مكنه من الإحساس بهذا الكائن باستخدام الإشارات الكهربائية، مكنه أيضا من معرفة الأجزاء التي هي مفيدة بالنسبة له من هذه الحشرة، ومكنه من أيضا تصنيع غذائه والنمو والتكاثر بطريقة عجيبة ليضمن استمراره وبقاءه ملايين السنين. بالله عليكم، مثل هذا النبات، نبات الإبريق العجيب الذي يبتلع فأرا أو سنجابا أو خفاشا، كيف يسوق له الله الرزق؟ انظر إلى هذا التصميم أخي الحبيب هنا، هذا تصميم انزلاقي. أكثر الكائنات حذرا لا تستطيع النجاة من الانزلاق في هذه الحواف، وله غطاء أيضا يمكن أن يسقط عليه. انظروا معي كيف أن هذا النبات سيبتلع هذا الكائن الصغير، انظروا، وهناك سائل موجود في تحت هذا الإبريق، في داخله موجود سائل، هذا السائل مهمته أن يذيب الفأر أو الخفاش أو الطائر أو الحشرة، وبطريقة عجيبة سبحان الله. انظر معي إلى هذا التصميم المعجز المذهل. هذا الخفاش على الرغم من أنه من أكثر الطيور مناورة وحذرا، إلا أن نباتا مثل هذا يستطيع أن يوقعه كضحية. انظروا عندما يدخل، الذي يدخل هنا لا يستطيع أن يخرج لأن السطح الداخلي أملس لدرجة أن حتى أظافر هذا الكائن أو مخالبه لا تستطيع التعلق به. هذا النبات له تصميم للسطح الداخلي أنعم من الزجاج، تصور. طيب من الذي أعطاه هذا التصميم؟ من الذي خلقه بهذا الشكل الانسيابي وهذه الحواف التي تجبر أي كائن يقترب من هنا على أن يسقط؟
هذا النبات أيضا يفرز فيرمونات خاصة تحبها بعض الطيور والخفافيش وبعض الفئران، وتحبها الحشرات أيضا، سبحان الله. فيأتي الكائن الحي إلى هنا ظنا منه أن هنا يوجد وجبة دسمة. انظر معي إلى هذا التصميم الإعجازي حقيقة، يعني انظر هنا، هذا الخفاش، هذه أظافره أو مخالبه لا تسعفه أبدا، مجرد أن انزلق يجب أن يسقط، لا يستطيع أن ينجو أبدا، سبحان الله، من هذا المصير المحتوم. انظر هنا صورة من الداخل، سيسقط. انظر إلى المخالب هنا، هذه مخالبه، على الرغم من أنه يعني هذا الكائن أحيانا يستطيع أو غالبا ما يستطيع أن يتسلق على أنعم أنواع السطوح، إلا هذا السطح له تصميم انزلاقي، يعني هو ليس سطح عادي، ليس سطح صلب، سطح مرن، ولكن هناك مواد يفرزها، مواد لزجة تجعل مقاومة الاحتكاك تقريبا صفر، فلا يستطيع أن يخرج هذا الكائن من هذا المصير الأسود، سيسقط. ثم يبدأ النبات بإفراز مواد خاصة لهضم هذا الكائن أيضا، سبحان الله. انظر معي هنا كيف يختفي هذا المخلوق في ثوان معدودة، فتجد أن الكائنات التي تدخل هنا تختفي وتغرق ولا تعود أبدا، سبحان الله. انظر إلى هذا التصميم، هذه الإنسيابية، اللزوجة العالية جدا، التصميم الذي يجبر الكائنات على أن تأتي، لأن الروائح التي تفرزها مثل هذه الكائنات، مثل هذه النباتات، تفرز روائح تحبها جدا بعض الحشرات مثل النمل مثلا، حتى إن النملة على الرغم من حذرها ولكنها إذا وصلت إلى هنا ستسقط سبحان الله، لأن نسبة اللزوجة هنا تجعل النملة غير قادرة على التسلق، سبحان الله. انظر، سقطت في هذا السائل، هو إبريق مليء بسائل، هذا السائل فيه أنزيمات خاصة تهضم هذا المخلوق ثم يتخلص من الأجزاء التي لا يحبها، سبحان الله. طيب بالله عليكم، أنا أريد أن أتساءل، من الذي أعطى هذا الكائن مثل هذه القدرة؟ من الذي أعطاه الإحساس بالحشرات؟ من الذي زوده بقدرة فائقة على أن يتواصل مع الحشرات، أن يفرز رائحة تحب هذه الحشرات، أن يتمكن من جذب هذه الكائنات؟ ثم من الذي أعطاه هذا التصميم الإعجازي؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لذلك أيها الأحبة، أنا أدعو كل إنسان لا تيأس، الله عز وجل الذي صمم هذه الكائنات وخلقها في بيئة فقيرة، انظروا معي أيها الأحبة، هناك حكمة أن الله مكن هذه الكائنات من اصطياد الحشرات والحيوانات، أنها أصلا موجودة في بيئة فقيرة بالمغذيات، ستموت والنبات ثابت لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يذهب ليجلب رزقه. طيب بالله عليك أخي الحبيب، الله أعطاك السمع والبصر، أعطاك العقل، أعطاك القدرة على الحركة، أعطاك القدرة على السعي، فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أعطاك القدرة على أن تدعوه سبحانه وتعالى، أن تقول يا رب، أعطاك كل أسباب الرزق، ثم تيأس تقول إن الله لا يرزقني، ثم تخاف من الغد، تخاف من المستقبل، لماذا؟ إله كريم عظيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني ألزم الله نفسه برزق كل المخلوقات، قال إلا على الله رزقها، يعني تماما أنا مثل ما أقول لك عليك أن تقوم بالعمل الفلاني، انظر، مع أنه الخالق الغني سبحانه وتعالى ليس بحاجة أن يستخدم هذا الأسلوب، على الرغم من ذلك ليطمئن عباده اليائسين الذين هم لديهم ضعف في الإيمان، يقول لهم إنه ألزم نفسه برزق كل الكائنات وجعلك ترى هذه الأمثلة، يعني اليوم مثل هذه المقاطع التي نراها ليست مجرد متعة، ليست مجرد معلومة، لا أخي الحبيب، هذه تزيد الإيمان. نحن الآن في عصر مليء بالتشكيك، مليء باليأس، فالمطلوب منك أن تزداد إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني عندما نقول
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الآية ألم نزدد إيمانا بعد أن رأينا كيف أعطى الله خلق هذا النبات هذا التصميم ثم هداه ليقوم باصطياد الحشرات؟ إذا مثل هذا الإله العظيم يستحق أن يحمد، يستحق أن نثق به، أن ننتظر الرزق من الله كما قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله وليس عند البشر. ثم إن الله عز وجل يقول في آية عظيمة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إله قوي متين قادر أن يرزق عباده، فالذي رزق هذا النبات من دون أن يطلب لا يعجز أن يرزق إنسانا يقول لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.